والصلاة والسلام على النبي الكريم. ليس لي ما أضيفه إلا أن أبدي اعتزازي الكبير بوجودي ضمن أسرة التضامن الجامعي التي انخرطت فيها منذ بدايتها وكنت مراسل لها مدة 12 سنة في الإعدادية ولي العهد، ثم 4 سنوات في المركز التربوي الجهوي. ليس لهذه المناسبة إلا دليل واحد، إلا أن بلادنا ما زالت تحتوي على كرماء، لأن الذين يكرمون غيرهم هم الكرماء. لو لم يكونوا كرماء لما كرموا أحدا. كل ما أختم به كلمتي هي أن أسرة التضامن شعارها التضامن، فلتبقوا متضامنين داخل هذا الفضاء التضامني الذي دل على أن المشعل الذي كان الأسلاف يحملونه لا زال مرفوعا وسيبقى مرفوعا بإذن الله، وشكرا لكم.